تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام آخر تحركات لجنة الحوار الجنوبي في الخارج. العميد الركن المعار يثمن جهود وأدوار القائد الإماراتي الكعبي خلال فترة عمله بحضرموت. لإعادة إحياء البيئة الموسيقية والإبداعية، الموسيقى تعود إلى حضرموت. مدينة الشحر تحيي فعاليات الزيارة السنوية الكبرى للسيد سالم بن عمر العطاس. أهلا بكم. نبدأ من العاصمة السعودية الرياض، حيث بحث رئيس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك مع سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا السيد ريتشارد أوبنهايم تطورات الأوضاع والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. وناقش اللقاء الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياضة وعودة الحكومة إلى العاصمة عدن والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين ورفضهم لكل مبادرات السلام، مؤكداً على أولوية دعم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، مضيفاً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة وضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة بمجال الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات العامة. من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة في كافة المجالات، معرباً عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الحكومة لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين. إلى العاصمة عدن، حيث وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمام آخر تحركات لجنة الحوار الجنوبي في الخارج، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لما يحمله الحوار من أهمية كبيرة لتوحيد صفوف أبناء الجنوب. واستمعت هيئة الرئاسة خلال اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وبحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة، استمعت من رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات المحلية في الملفات ذات الصلة، بالإضافة إلى نتائج الاتصالات التي أجرتها الإدارة مع الفاعلين الدوليين حول مستقبل العملية السياسية واتفاق الرياض والوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد والتوصيات المقدمة من الإدارة بشأنها. إلى ذلك، ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي التقرير الشهري المقدم من الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس وما أنجزته من مهام. قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ علي الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع باهتمام ما يجري في جمهورية أفغانستان ويجدد موقفه الرافض العنفي والإجرامي والإرهاب. وذكر المتحدث الرسمي علي الكثيري أن المجلس الانتقالي يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كارزاي الدولي في العاصمة كابول والذي أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى، مشير إلى أن المجلس يشدد على ضرورة التكاتف الإقليمي والدولي لمواجهة ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف، وفي طليعة ذلك تنظيمي داعش والقاعدة، معربا بالوقت ذاته عن أمله بأن يعم الاستقرار والسلام أفغانستان والمنطقة كافة. تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن من ضبط كميات من الحبوب المخدرة والأسلحة والقذائف، كما استعادت سيارة مسروقة خلال عمليات أمنية منفصلة. وكشفت قيادة القطاع الشرقي للحزام الأمني من ضبط أكثر من 13 شريط من مادة الحبوب المخدرة على متن سيارة مدنية في نقطة قويرة، مشيرة أن نقطة المجاري ضبطت السيارة على متنها 3 مواسير لسلاح متوسط، كما عثر خلال عملية تفتيش روتيني لسيارة أخرى على 2 قطعة سلاح غير مرخص وقذيفة RPG وحشوتين. وفي عملية أخرى قامت النقطة بحجز سيارة بعد تلقيها بلاغ سرقة لذات السيارة. وأكدت قيادة القطاع أن كافة المقبوض عليهم تم ترحيلهم مع المضبوطات إلى مقر القيادة العامة للحزام الأمني لاستكمال إجراءات التحقيق. أثنى رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن صالح المعاري على الدور الإماراتي ضمن التحالف العربي وإسهاماتهم في دعم قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وما قدموه من دعم على مختلف الأصعدة،
كما خص بالثناء وشكر لقائد القيادة والسيطرة السابق بالتحالف العربي في حضرموت القائد الإماراتي فيصل الكعبي خلال فترة عمله في المحافظة. جهود كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات النخبة الحضرمية منذ تأسيسها، حيث تم دعم هذه القوات بمختلف الدعم المادي والمعنوي، كذلك الخبرات العسكرية الكبيرة التي نقلها القادة العسكريين الإماراتيين لقوات النخبة الحضرمية، مما أسهم بالتطور والتقدم الحاصل بها. رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن صالح المعاري خص قائد القيادة والسيطرة السابق بالتحالف العربي في حضرموت القائد الإماراتي فيصل الكعبي، الذي شارك بعدة معارك وعمليات نوعية خاضتها النخبة الحضرمية كمعركة تحرير ساحل حضرموت ضد تنظيم القاعدة الإرهابي والعمليات التي استهدفت دك أوكار ذلك التنظيم، كعملية الجبال السود والفيصل والقبضة الحديدية ليعطوا للعالم دروسا في مكافحة الإرهاب. وثمن المعاري الجهود التي بذلها القائد الكعبي خلال فترة عمله، والتي لم تقتصر على الجانب العسكري فقط بل امتدت للجوانب الإنسانية والاجتماعية، حيث استطاع زرع الحب والتآخي مع كل من يتعامل معه في مشهد تكاملي يجسد الدور المتجانس بين قوات التحالف العربي والنخبة الحضرمية. كذلك تمكن بأخلاقه العالية من بناء روابط وثيقة مع كافة شرائح المجتمع في حضرموت، سهلت سير العمليات العسكرية والإنسانية وتلك الخاصة بإعادة الإعمار. كما تقدم كذلك بالشكر والعرفان نيابة عن المنطقة العسكرية الثانية لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين ساهموا في بناء قوات النخبة الحضرمية وواصلوا معها المسيرة حتى اليوم لما فيه رفعة وعزة حضرموت. نظمت شعبة الخدمات الطبية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية لمنتسبي قيادة المنطقة حول المستجدات الأخيرة لوباء فيروس كورونا متحوراته الأربع الرئيسية واللقاحات المستخدمة لمكافحة الوباء الفيروسي. وقدم رئيس الشعبة النقيب طبيب حسن التميمي تعريفا عاما عن الفيروس وسلالات الأربع الناتجة عن تحوره ومدى انتشارها حول العالم ومسببات تلك الموجات من الانتشار، كذلك تطرق للإجراءات الاحترازية وسبل الحد من تفشي الوباء وأخذ اللقاحات الخاصة بالفيروس والتي تقدمها شعبة الخدمات الطبية بقيادة المنطقة لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية، مشددا على ضرورة أخذ اللقاحات وعدم التهاون في ذلك. اختتمت مؤسسة السلام وبناء الورشة التدريبية لموظفي السلطة المحلية وضباط الأمن بمديرية مدينة المكلا لمهارات حل النزاعات بتمويل من مؤسسة ديدريش إبرت الألمانية. وتهدف الورشة إلى تعزيز دور السلطات المحلية والأمنية في إداراتها للأزمات، حيث تطرق المتدربون مفاهيم عامة حول الاختلاف والخلاف والنزاع وكذا العنف والسلام والتعايش والاختلاف مفاهيمها وأسبابها وأثار الخلاف وخطوات حلها وأنماط التعامل معه، بالإضافة إلى أدوات التدخل لحل النزاع والوساطة والتحكيم وكذا مفاهيم الاتصال والجوانب المؤثرة في ذلك. أصدرت غرفة إرصاد حضرموت بيان حول الهزة الزلزالية الخفيفة التي وقعت عند الساعة 8 من صباح اليوم السبت على المحافظة. وذكرت غرفة إرصاد حضرموت في بيانها إلى أنه تم تحديد بؤرة مركز الهزة الزلزالية التي ضربت حضرموت، حيث بلغت قوة الزلزال المتوسطة 4.6 درجة على مقياس ريختر شمال وادي حضرموت على عمق 10 كيلومتر. احتضن المسرح الوطني بالمكلا حفلا موسيقيا نوعيا لاختتام الدورة التدريبية في الموسيقى التي نظمتها مبادرة ميميز الفنية بعد افتقاد حضرموت منذ سنوات لمثل هذه العروض الموسيقية. بعد غياب التعليم الموسيقي الأكاديمي والنشاطات الموسيقية الغير تقليدية في حضرموت، عادت الموسيقى من جديد في محاولة لإعادة إحياء البيئة الموسيقية والإبداعية لدى أصحاب المواهب الموسيقية. طبعا تم تدريب 30 عازف، هم أفضل 30 عازف في ساحل حضرموت وقبلوا بلاء حسنا. طبعا دربتهم عبر منهجية أكاديمية
مدروسة في العزف الجماعي وفي النوتة الموسيقية وفي السولفيج، وتم أداء الشباب بشكل عالي جدا، وكان مستواهم فوق جميع التوقعات، توقعاتي وتوقعات الجميع. نحو 30 متدربا من أبناء ساحل حضرموت عزفوا جملة من المعزوفات العربية والعالمية عقب استكمال البرنامج التدريبي للآلات الموسيقية ضمن مشروع الموسيقى تعود، والذي استمر على مدى 3 أشهر لصقل مواهب المشاركين وتطوير قدراتهم الموسيقية. مبادرة ميمز الفنية هي مبادرة تهتم بالفنون وتنميتها. مبادرة ميمز الفنية اليوم أقامت مشروع عودة الموسيقى. مشروع عودة الموسيقى كان يهتم بتدريب 30 متدرب على قراءة النوتات والعزف الجماعي. كان مدة التدريب هذا لمدة 3 أشهر. تم التقديم في بداية المشروع أكثر من 100 عازف، تم فلترة واختيار الأفضل بينهم اللي هو كان يعني متوسط عزفهم كان جيد جدا، وهذا كان المخرج النهائي للمشروع بعد 3 أشهر من التدريب المضني. يعني البرنامج التدريبي لهذا المشروع الذي نفذته مبادرة ميمز الفنية وبتمويل من السفارة الأمريكية ودعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون، تدرب فيه المشاركين في الجانب العملي والعزف الجماعي في قراءة النوتات لمقطوعات حضرمية وعربية وعالمية قديمة ومعاصرة من مختلف الألوان الموسيقية. استفدنا من الدورة في الكثير والكثير، تعلمنا نوتات موسيقية، تعلمنا مصطلحات علمية بحثة متعلقة بالنوتة الموسيقية، وإن شاء الله سهلت لنا كثير من الأمور الموسيقية. كانت مشاركة حلوة، وكانت فترة بصراحة يعني مرت شوية بصعوبة بحكم رايحين جايين من الشحر للمكلا تمام لمدة 3 شهور، وكان بصراحة برنامج حلو، وكانت حفلة ممتعة جدا. شاركنا فيه 8 مقطوعات موسيقية شرقية وموسيقى غربية من تأليفنا طبعا كلنا جماعي. هكذا عادت الموسيقى إلى حضرموت في أجواء مليئة بالفرح والسرور حسب إشادات الحضور، فرغم ما يعانيه أبناء المحافظة من تردي في الخدمات إلا أن الأمل موجود لرسم السعادة عبر معزوفات موسيقية تخفف من منغصات الحياة. أحيت مدينة الشحر الزيارة السنوية الكبرى لسيد سالم بن عمر العطاسة وسط حشد جماهيري كبير من مختلف أبناء حضرموت. تميزت الفعاليات بإقامة العديد من الألعاب الشعبية من الموروث الشعبي والتاريخي ومساجلات الشعر. المزيد في هذا التقرير. فعاليات زيارة الشحر الكبرى أو ما تسمى بزيارة السيد سالم بن عمر السنوية، والتي بدأت لأول مرة في عهد السلطنة القعيطية وتتوارثها الأجيال، تشهد هذه الزيارة إقامة الألعاب الشعبية من الموروث الشعبي الحضرمي، تجسد روح التكاثف وخلق الترابط الاجتماعي منذ مئات السنين بين أبناء مدينة الشحر وحضرموت كافة. نحن اليوم في زيارة العطاس، هذا يعتبر موروث شعبي متوارث عليه، ومعروف أن الشحر هي مدينة تحافظ على الموروث الذي أصبح جزء من حياة أبناء هذه المدينة وانغرس في شبابهم وأطفالهم وشيوخهم حتى يحافظوا على هذا الموروث، مما أعطى هذه المدينة ميزة في استمرارية هذا الموروث وتنويعه والإبداع في خلال الفترات الماضية إلى هذا اليوم. انطلقت فعاليات زيارة الشحر الكبرى السنوية التي استمرت ل3 أيام متواصلة بإقامة لعبة الشبواني التي قدمها أبناء مدينة الشحر بمشاركة فرقة مدينة الغرفة والحوطة بوادي حضرموت، وأبناء حي الشهيد خالد بالمكلا بمشاركة مجموعة من الشعراء وسط حشد جماهيري كبير، وحضور لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ورفع أعلام دولة الجنوب. طبعا زيارة تاريخية في الشحر معروفة، ومدينة الشحر هي يعني حاضرة من حواضر الجنوب، وهي طبعا رائدة في مجال الموروث وفي مجال الشعر وفي مجال الفن. اللافت اليوم هو طبعا الحضور الطاغي لشعارات الانتقالي.
نحن طلعنا للزيارة هذه السنة للمشاركة حسب السنين المعتادة الذي نطلعها، ونحن لنا أكثر من 20 عام نحن نواصل زيارة حسام بن عمر هذه سنويا، نحن وأعضاء الحافلة، ومشاركتنا مشاركة طيبة وحق خوة وود واحترام وتبادل. زيارة السيد سالم بن عمر السنوية هي من أهم الفعاليات التي تشهدها مديرية الشحر في كل عام، تجسد روح التلاحم المجتمعي لأبناء المحافظة، وتشكل دورا مهما في الحفاظ على الموروث التاريخي لمدينة الشحر وحضرموت عامة. واصلت ميليشيا الإخوان في محافظة شبوة لليوم الخامس على التوالي اعتقال رئيس اتحاد النقابات في المحافظة صالح النخور دون السماح لذويه بالتواصل معه. ونفت مصادر في أسرة المعتقل وجود أي مسوغ قانوني لاحتجازه في سجن الأمن السياسي الخاضع تحت سيطرة الإخوان. وذكرت مصادر أخرى أن ميليشيات الإخوان اعتقلت رئيس اتحاد النقابات لتسهيل انتزاع أراضي متنازع عليها من حيازته إلى سطوة غريمه المسؤول عن استحداثات في الأرض تحت حماية مدير البحث الجنائي الخاضع لميليشيا الإخوان حسب قولهم. وفي ذات السياق واصلت ميليشيا الإخوان ملاحقاتها لأفراد النخبة الشبوانية، حيث اختطفت جنديا بمديرية رضوم بعد مداهمة مجمع النجار في عين با معبد. هذا وكثفت الميليشيات الإخوانية في محافظة شبوة ملاحقاتها غير القانونية لأفراد النخبة الشبوانية وأبناء المحافظة دون مبرر قانوني، سواء لحماية الموالين لها أو التنكيل بمعارضيها. الآن مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. نشر تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام آخر تحركات لجنة الحوار الجنوبي في الخارج. العميد الركن المعار يثمن جهود وأدوار القائد الإماراتي الكعبي خلال فترة عمله بحضرموت. لإعادة إحياء البيئة الموسيقية والإبداعية، الموسيقى تعود إلى حضرموت. مدينة الشحر تحيي فعاليات الزيارة السنوية الكبرى لسيد سالم بن عمر العطاس. سيدات وسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية جرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. في أمان الله.